مين اللي خذلك؟ مين توقعت منه يكون جنبك وما كانش؟ والله بصي، أنا كنت الأول بزعل واتضايق وباخد على خاطري، بس أكتر حد كنت أتمنى أنه يبقى معايا وفي كل أوقاتي، في فرحي، في حزني، في مرضي، في شفايا، بصدق والله علاء ولي الدين. يعني أكتر حد كان هيبقى حنون بصدق عندي. ولكن ما هنيدي كلمني وعيط، بكى في التليفون، جالي ساب الدنيا وجا وقعد. بس أنا ما أقدرش أقول له أقعد يا محمد جنبي، عنده شغله يعني. لكن علاء تقدر تقول له أقعد جنبي ما تسيبنيش. مش هيتحرك، مش هيتحرك. السقا مثلا، السقا كان بيصور في هو وزينة في لبنان، كلموني تاني يوم لقيتهم موجودين في المستشفى. بصي، هو كلهم عملوا مواقف عظيمة، مفيش حد ما عملش موقف عظيم. ولكن هي الفكرة، الأنس بحبايبك وصحابك ده مهم.